مرحبا بكم مشاهدينا في الحياة الآن، أهم وآخر الأخبار الواردة إلينا حتى هذه اللحظة. أبدأها معكم بأهم العناوين. مجلس الوزراء يؤكد الزيادة الجديدة على السجائر ويقول إنه تم التراجع فقط عن ضريبة التأمين الصحي. المحكمة الدستورية تنظر دعاوى بطلان الانتخابات البرلمانية اليوم، واللجنة التشريعية تقول إن تعديلات قانون تقسيم الدوائر جاهزة. هيئة البترول تعلن عن مساعدات بترولية جديدة سعودية وإماراتية وكويتية، والحكومة تعلن الموافقة النهائية على توزيع الأنابيب بالكروت الذكية.